مستمعي إذاعة أمواج أف أم، صار وقت فقرة الأبراج مع خبير الأبراج معمر سعود. صباح الخير معمر. صباح النور والخير والمطر والطاقة الحلوة بهالزخة الحلوة بالمطر. نحن ما درينا برا، نحن جوا الاستديو كل الوقت مطر مطر خفيف، صار مطر. يلا إن شاء الله أمطار الخير على بلدنا يا رب، وعلى ساحلنا وسوريتنا بكل الخير، والطاقات الجميلة والرائعة والإيجابية تكون للجميع. عموما الطاقات اليوم بهالأسبوع، يعني خلال الأسبوع مع هالأجواء كمان الماطرة أو الخريفية، كيف حتكون؟ هلأ اليوم 21 أيلول لازم تكون الطاقة بلشت تدريجيا، يعني الطاقة السلبية اللي كانت معنا اللي خلتنا نحس بالحزن بالاكتئاب بالزعل شوي تكون راحت تدريجيا، وإن شاء الله الأيام القادمة أفضل وطاقة إيجابية أفضل، والأشهر القادمة إن شاء الله. طيب منروح للأبراج مباشرة، من بعدها منكمل مع الأحرف، علم الأحرف. وبنحكي وين وصلنا المرة الماضية بالأحرف عند حرف. هلأ أنا كتبتهم عشوائيا لكن ما بعرف كتير. أوكي، شو رأيك نعيد؟ لا. من عيد عيونك. كان ممتع لأنه طيب بكل الأحوال منروح مباشر على الأبراج. بس قبل بدي أحكي، أنا بحب أحكي كم نصيحة قبل الأبراج، أنه نحن نطور أنفسنا في مجال عملنا باستمرار، هاي أول ناحية، هاي بتعطي طاقة قوية لنا. تاني شيء نتصالح مع الماضي، يعني ما نخلي الماضي سيء، حتى لو كان سيء نعمل تصالح بيننا وبين الماضي، لأنه هذا بيفيد للحاضر وللقادم لنا. الماضي سواء سيء أو جميل تخلي طاقة حلوة مشان نقدر نبلش طاقة جديدة وصفحة جديدة بحياتنا. آخر نصيحة، ما نخلي الأفكار السوداء أو الأفكار السيئة تعشعش بعقلنا، دائما يكون عندنا أفكار إيجابية، وإن دخلت الأفكار السيئة للحظة نحاول نشيلها. حبيت كتير الحكم خلينا نقول والعبر يلي حكيتها، وأهم شيء التصالح مع الماضي. وبتشوف أغلب مشاكلنا يعني بالحياة وعقدنا، أو ربما لأنه هي فيما بعد بتشكل عقدة يعني أمام الشخص وليس حافز، يعني بتلغي كل شيء. نبعد عن تأنيب وجلد الذات طبعا، وخاصة نفهم، دايما نفهم ونصدق فعلا أنه كل شيء مر معنا بالماضي بفرحة بأحزانة بأخطاء بكل شيء ما هي إلا رسالة لتعلمنا كيف نكون أقوى. تجربة. نعم تجربة صحيح. وعدت، مو أنه نحن ونحن البشر معرضين بحياتنا لناس جدد، لطاقات جديدة، لمعارف جديدة، وإن شاء الله الأيام القادمة أفضل، ونكون نحن نتفائل أكثر وعندنا الحيوية والنشاط، ورح نبلش أبرز. يلا أوكي. الحمل. الحمل عنده يوم مثالي وجيد جدا رغم بقايا تراكمات من الضغوط النفسية والعملية، وراح يكون أمام مال، عنده مال، وبنصحه هالفترة يقضي وقت مع الأصدقاء ومع العائلة لأنه هو بحاجة لهالفترة هاي. أما مواليد برج الثور، تغيرات كتير كبيرة بحياتك وأسلوب تعاملك مع الغير راح يكون غير القبل يا ثور تماما، وهذا الصح، وانت عم تتفهم الغير هلأ بشكل أفضل مما سبق. اهتم بأناقتك أكثر وجمالك لأنه بيلبق لك يا ثور. صباح الخير لمواليد برج الجوزاء، تمتلك اليوم ثقة كبيرة بنفسك، وتساعد ثقتك هذه على اتخاذ قرارات جريئة دون تردد، وعندك نوع من الفكر العميق، هالفكر هذا عم يتعبك، بعد لي عنه شوي، ولا تشتت حالك يا برج الجوزاء بالمرحلة القادمة، هي نصيحة. أما السرطان لا تستعجل في خطواتك، وضع صفحة جديدة في حياتك حتى انك انت قابل لانفراجات. الصفحة اللي راح تكون بحياتك راح تعطيك انفراجات وطرق كتير واضحة بحياتك انت بحاجة الى من فترة. ابتعد حاليا عن القلق هلأ وبالفترات القادمة. صباح الخير لمواليد برج الاسد، حافظ على هدوءك وردات افعالك، ولا تتسرع في الحكم او اتخاذ قرارات مصيرية، وحظك المنتظر في الطريق اليك. لا شو بدي اقول لك، يعني انت نصيحه ما تخليك منفعل هالفتره، خففي انفعالات وعصبيه. اما العذراء، رغم سعيك الى التوازن الا انك تجد صعوبه في اتخاذ القرارات بسبب خياراتك المتعدده وبعض التردد والجمود اللي رحق
لحق حياتك بالفترات السابقة، ابتعد عن انه بتمنى منك هالفترة تتقبل الاختلاف يا برج العذراء. اما الميزان، اخبار سعيدة قادمة اليك وفترات التوتر التي عشتها الى زوال، واغتنم حظوظك القادمة جيدا، واعرف هالذكاء اللي عندك تعرف كيف تستخدمه اكتر يا برج الميزان لانه بيلبق لك، وابحث عن التفاؤل دائما. اما العقرب، حريص اكثر هذه الايام وعم يحاول يطور نفسه ويقدم افكار جديدة، ويعرف قيمة نفسه اكتر، ولازم يعرف انه لازم يكون عنده سعادة غامرة بالأيام القادمة، لأنه هو بحاجة إلى بعض الضغوطات النفسية بالأشهر السابقة. صباح الخير، نروح لفاصل مريحك شوي. فاصل. صباح الخير لمواليد برج القوس. قرارات ومقترحات كثيرة براسك يا برج القوس، قيد المعالجة والدراسة، وعندك كثير من الخطط القادمة، وعندك مال، وعندك شعور أقوى مما سبق مما قبل، بس بتمنى الفترة القادمة تبحث عن الفرص وتستغلها صح، لأنه الفرص ما بتعود تاني مرة بهالشكل هذا اللي رح تجيك يا برج القوس. أما الجدي، ترى الأمور حاليا من الزاوية التي تحب أن تراها أنت وليس غيرك، وتشعر بندم كتير عن مهام قمت بها سابقا، وعندك نوع من المثابرة أنك تطور نفسك أكثر، وفي عندك مشاريع عملية قادمة إليك. بالخير يا مواليد برج الجدي، ابتعد عن العناد هالفترة هي. أما الدلو، هذه الفترة يميل إلى تحليل خياراته ويفكرون بشكل أفضل مما سبق، وخصوصا بعد الضربات التي تلقوها مواليد برج الدلو سابقا، وإن شاء الله خير، وشوف وين توجد نفسك يا برج الدلو كون بالفترة القادمة. أما الحوت، عم يحاول يكون أكثر هدوء ورواء، وعنده أمور عالقة في طريقها إلى الحل، وحلول جذرية إن شاء الله، وأهم شيء تعرف أخطائك السابقة ولا تستعجل بالحكم على الآخرين. مواليد برج الحوت، والخير لكل المواليد إن شاء الله. شكرا كتير لك معمر، نروح لفاصل ونرجع للأرقام الأحرف. شو حابب تقلنا؟ خبرنا المزيد عن الأحرف. هلا بدي أذكر بشغلة، أعطي في عنا أحرف نارية وأحرف ترابية هوائية ومائية. رح أذكر شو هي الأحرف النارية. الأحرف النارية هي بداية الأسماء، اللي هي حرف الألف الهاء الطاء الميم الفاء الشين، والذال هي أحرف نارية عصبية نشيطة حيوية ذكية وعاطفية. أما الأحرف الترابية هي حرف الباء الواو الياء النون الصاد الثاء والضاد، وهي أحرف ترابية مثل مسكرت، متواضعة، طيبة القلب، صبورة، وعندها وفاء بالعاطفة كتير كبير. أما الأحرف الهوائية هي حرف الجيم الزين الكاف السين القاف التاء والطاء، وهي أحرف هوائية عطوفين خياليين، وهنن سريعين التأثير بالآخرين وبحاجة إلى الحب دائما. أما الأحرف المائية هم حرف الدال الحاء اللام العين الراء الخاء والغين، هن أصحاب خيال واسع وبسيطين جدا، وعندهم حسن التصرف وخلاقين جدا هالأحرف هاي. شكرا لك انك اعطيتنا يعني شوية معلومات فعلا، وشو هي صفاتهم ومين، مشان تصير نعرف معناها الاسم ممكن يحتوي حرف مائي وناري وهوائي. طبعا اكيد الاحرف هذا الشيء ممكن بيساعد اكثر على توازن شخصية الانسان طبعا، ويعرف هو وين الاسم شو بيشكله من طاقة وشو بيعطي الاسم، ودائما الاسم بيعطي يعني خير وبيعطي شيء من الطاقة السلبية. كل واحد حسب حظه، حسب أحرفه حظه من اسمه، حظه من اسمه. وهو الاسم ممكن هلأ الاسم يطلع جيد لشخص آخر ما غير مناسب، حسب شو؟ حسب تاريخ ميلاده مثلا، حسب طاقته هو.
يعني طاقته ما بتتقبل الاسم. كيف انت احيانا ما بتقبلي اكله مثلا عالم كثير بتحب الرز، انا ممكن ما احبه، هي نوع من تقبل الاسم، يعني شيء غير معروف مجهول الاسباب الصراحه. طيب الحرف الاول من الاسم هو المؤثر اكثر شيء يا ترى؟ طبعا هو المؤثر، لانه نحن بنلفظ مثلا سندس سين هون البدايه السين، بينما الأحرف الباقية هي تأثيراتها مثل مسكرة بتكون أخف المائية أقل. بتكون نعم. أخف أو أقل. راح أذكر هلأ ثلاث أحرف قبل ما نأخذ اتصالات أو نعم. مشاركات بعد إذنك سندوس. تفضل. هلأ حرف التاء هو حرف هوائي يثق بنفسه جدا ويحب التفوق في كل بكل شيء، بيحب التفوق اللي بيبدو بحرف التاء بذكر، ولا يحب المناقشات ويمتلك نوع من التسلية، بحب هيك الرفاهية التسلية بكافة أنواعها، بحب النقاش كتير، بحب النقاش كتير. أما حرف النون هو حرف ترابي خيالي كتير وله سحر خاص، عنده طموح للنجاح ولا يهاب الصعاب، كل شيء ببلش بحرف النون وبتحمل، يعني بتحمل مسؤوليات كتير كبيرة وبكون عنده صدمة بالبداية صدمة، بس الحلو اللي ببلش بحرف النون بيرجعوا واقفين، هذا كتير شيء جيد لهم ببلش بحرف النون. أما اللي ببلش بحرف الثاء اللي هو حرف ترابي كمان مثل حرف النون حرف ترابي، لهم جاذبية خاصة وبيحبوا السيطرة والتملك وبيمتلكوا طباع حادة، وبالحب هن كتير عنيدين وغيورين وأحيانا بيميلوا إلى الوحدة. تمام، إذن حالياً حكينا ثلاث أحرف. بعدين بنرجع أكيد، لكن معنا رسائل واتصالات، لو سمحتوا صبايا الاتصالات كمان نستقبلها وتكون جاهزة. لكن نعم، طيب ناخد أول اسم رزان بن سميرة. أول اسم معنا ثلاثين سبعة 2001، حابة تعرف عن العاطفة والصحة. هلأ رزان اسمك بيعطيك ضعف بالعاطفة، يعني هالحرف الراء وحرف الزين بيعطوك شوي ضعف بالعاطفة، بيكون حظك كتير قليل بالعاطفة وحظك بالعمل أو بالمال أكتر. أنت صاحبة شخصية قوية بس عنيدة كتير، بتمنى الفترة القادمة لأنه راح تبلش بانفراجات كتير جيدة تحافظي على نوع من التوازن النفسي اللي عندك حتى تستقر، يعني ما تخلي العاطفة يا رزان تلعب دور أو تاخد مساحة كتير كبيرة بحياتك. بتول بنت عبير 21/5/95 مواليدة، أما بترتاح ماليا وعاطفيا هي كتير تعبانة. هلأ بتقول انت شوي مضغوطة كتير، بس انت لازم تعرف تلاقي الطريقة اللي تريح حالك فيها وتكوني اكتر ايجابية مع نفسك قبل الاخرين، وتمارس الطقوس اللي انت اللي بتلاقيها صح، يعني ما تشوفي غيرك شو بيحب، شوفي انت يا بتقول شو بتحبي، وان شاء الله عندك انفراجات لازم تكون بلشت هلأ، كمان نهاية ايلول بتبلش انفراجات اكتر، ما تاكلي هم يا بتقول. طيب سماهر، سماهر بن سهيلة 21/2 96 مواليدة، إذا في خطوبة مع رواد ما في سمام، رواد ما في مشكلة، 22/10 93. هلا اطلع يا سماهر، في بينك وبين رواد تناغم وفي أمور حلوة، بس إنه بدي إياكي تركزي بنفسيتك أكتر وطاقتك، هالطاقة المتوترة اللي عندك شوي بتخرب العلاقة بينك وبين رواد، إذا عملت طاقتك أفضل وحاولت تحسني من أفكارك وتمرني حالك تكوني تتحملي أكتر مثلا رواد تمشي العلاقة، هيك بتنصحك أنا. نروح لفاصل. كنان ابن أمثال 24/8/81، عن كل شيء وخصوصا النفسية،
هلأ كنان أنت برج العذراء برج ترابي، اسمك شوي صعب عليك، بيخليك تتحمل مسؤولية كتير كبيرة بحياتك، بس الطاقة اللي عندك جيدة، بتمنى تستغلها صح وأكتر، لأنه هالطاقة اللي عندك كتير قوية، لما بتعرف تستغلها وتستغل العاطفة اللي عندك لأمور بتخصك أنت وتأجل كل شيء اسمه بالعاطفة، رح تلاقي إنه العمل والحظ تدريجيا سبقوك إليك يا كنان. على 214-517 أو 214-518 أكيد نستقبل اتصالاتكم أصدقائنا. ومعنا كمان، طيب الحسين ابن هناء، هلا بدي اسالك ما يخص ال يعني ال التعريف، بتكون الاسم بيكون معرف. 26/2/2010 عن الحظوظ والمستقبل والدراسه بشكل عام. هلا الحسين اسمك كتير مناسب وبيعطيك طيبه وبيعطيك ثقه بالنفس، حظوظك قادمه لك خصوصا بال 2025 نهايه شهر شباط، رح تشوف حظوظ كتير قويه ورح تعرف وين انت اتجاهاتك اكثر بالعمل القادم. وبالنسبه للمستقبل انا بتمنى منك تركز على دراستك، لانه عندك بالدراسه حسب ما طلع من أرقامك أو من اسمك أمور جيدة، وبتصير عندك شهرة ونجم بالمستقبل إن اهتمت بدراستك. أوكي. رنا بنت سميرة 9/9/97 عن كل شيء والعاطفة أهم شيء. هلا قبل ما اشوف رنا بس بدي وجه تحيه للمتابعيني هلا بس مباشر، روز لمحمد، رجاء، وكمان لساندرا وقصوره، وكل شيء ما يشوفني هلا بالبث المباشر عبر صفحتي عالم الفلك والطاقه الاول معمر السعود. بالنسبه لرنا، رنا اسمك شوي بيعطيك اضاف، بيعطيك شوي من الطاقه الحزينه المستمره معك، يعني انت طاقتك شوي حزينه ومو كتير مستقرة، وانتي برج ترابي برج العذراء تعبتي، يعني عندك تعب الفترة القادمة. هلأ عندك الأشهر القادمة من السنة والألفين وخمسة وعشرين مربط فرس عندك لكتير من الأمور خصوصا بالعاطفة، ممكن يعني يصير عندك نصيب جيد، ممكن علاقة مع الشريك في تحسن، خففي لي شوية اكتئاب وإن شاء الله خير إليك. طيب معنا اتصال. ألو، صباح الخير. صباح النور. لو سمحت بسألك عن إمام بنت والدي. تفضلي. 11/10/88 شو سؤالك؟ عاطفي ارتباط عن وضع أمور لو سمحت. هلأ الأمور جيدة، أنا كتير إيمان لل 2025، بتمنى الحظوظ أفضل إلى، لأنه السنة كان عندها تعب، إن ارتبطت السنة راح تكون في انفصال مثل قبل، يعني على 2025 وتحديدا تحديدا نهاية شهر آذار بيكون فرصة أكبر، خليها تنتظر شوي وما تستعجل. أيوة. أهلا وسهلا. مشكور. شكرا لك إيمان. معنا اتصال أو بناخذ رسالة. مين؟ جنان. أيوة. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ كيفك أستاذ جلال؟ الحمد لله، تفضلي. بدي احكي، بدي اعمل صحة جنان من بديعة، مواليد 63/3 يعني شهر الثالث. هلا جنان كتير صحتك شوي يعني غير مستقرة كمان من اشهر، يعني ما لشي جديدة، عرفتي؟ عندك نوع من الكسل او من الخمول، يعني حاولي انت تعملي اتزان بين نفسيتك وشغلك بالبيت وتعبك وطاقتك هالمنخفضة كتير، يعني كوني سيدة نفسك، خلي طاقتك ترجع من الأول، لأنه إذا بتاخدي دواء كتير وطاقتك منخفضة ما تستفادي شيء. وجنان شوي اسمك بيعطيك عصبية زايدة وانفعالات خصوصا بالعائلة أو بالبيت اللي عندك، بتعاني من هالأمر هذا، بتتحمل ضغوطات ومسؤوليات زيادة، خففي روقي أكتر، ولأنك أنت كتير طيبة بتستاهل أنك تشتغلي على طاقتك وتكوني أفضل. ماشي جنان؟ ماشي. 100 حبة دواء ما بتفيدك. صح مظبوط. صح. أهلا وسهلا. أهلا أهلا.
دائما بنقول يلي طاقته منخفضه لابد انه يتاثر جسديا، يعني بتتعب هون عاطفته ونفسيته وروحه، ما في شيء ما ممكن ياثر فعلا على على الجسد. لهيك انت لما حدا بيحكي معك معمر يعني بيقول لك انا تعبان جسديا، فبنتبه عليك دائما، حسن حالك، حسن طاقتك، ارفع من مستوى الطاقة عندك. فعلا قديش ممكن يأثر هذا على حياتنا إذا اشتغلنا على حالنا وعلى طاقتنا وكنا ناس إيجابيين. هل سندس النفسية أو الجسم، الجسد هو طاقة، كل جسم يعني البرج، أنا برجي ناري مثلا، بتجه لطاقة النار، كمان فيني أنا طاقة التراب، الهواء والمي، يعني أربع طاقات بالجسم بدنا نشتغل عليها أكثر وبدنا نشتغل لأنفسنا كمان. هلا نحن لما بيجعنا راسنا من مشكلة مثلا أو من ضغوط، الدواء أو حبة السيتامول هي يعني معالج وقتي مرحلي وغير وقائي، بينما الوقاية لما نحن نعرف ناخد نفس مزبوط بطاقتنا، نمشي نحسن الطاقة، يعني الطاقة شو بدها هي بتخبرنا، بس نحن عنا نتجاهل الطاقة شو بدها، شو منحب شو منكره، يعني أحيانا نحن مننعس لا بدنا نسهر، طيب الجسم بحاجة لنوم، منفيق راسنا يعني الجسم هو بيطلب شو بده بالطاقة. نفس الكمبيوتر، يعني الكمبيوتر البرمجة تبعيته نفس الإنسان شالوها منه، لهيك الطاقة كتير مهمة نشتغل عليها. صحيح. مناهل بنت أميرة، أيوة، 1596 مع نورس 10595. هي هلا علاقة جيدة وفي ارتباط، شو الوضع؟ هلا العلاقة جيدة وكتير منيحة، بس بتمنى شوي تداروا بعض، يعني بلا مناقشات هالفترة هي، إن بدكم ارتباط لل 2025 بأي وقت هلأ غير مناسب، لأنه الطاقة اللي عندكم شوي منخفضة، يعني ما لها علاقة بالتفاهم، الطاقة تبعتكم شوي منخفضة كأبراج ثور أنتو وكأرقام وكأسماء، بس إن شاء الله بال 2025 بتشوفوا سعادة، بس بتمنى منكم بلا نقاشات بلا تعب نفسي، أو بس تكونوا بأي مكان ما تاخذوا المشاكل معكم، خذوا الطاقة الإيجابية معكم وبس. ممكن تعيدوا لنا برج العذراء فورا؟ تكرموا فورا، معلش. يلا برج العذراء تكرميها هينار. هلأ برج العذراء، رغم سعيك إلى التوازن إلا أنك تجد صعوبة في اتخاذ القرارات بسبب خياراتك المتعددة وبعض التردد والجمود اللي صابك من فترة، يعني كان عندك جمود، ما يبلش الجمود هذا ينفرج مثل جبل من الجليد وما يبلش شوي يدوب تدريجيا، وإن شاء الله الأمور كتير جيدة لبرج العذراء لأنه تحمل كتير ضغوطات، وبتمنى منه يتقبل الاختلاف وما يقارن حاله بحد، هي أهم شيء. معنا سماهر، ألو. صباح النور. أهلا سماهر. سماهر تعلي لنا الصوت عندك لو سمحتي، صوتك. سماهر بنت زاهية. سماهر بس صوت سماهر علي شوي. سماهر بنت زاهية. أيوة. 12-8-71. عندك سؤال؟ هلا بشكل عام والحياة الزوجية. سماهر طلعي، هلا انت لك فتره مالك مرتاحه، اسمك شوي بيعطيكي صعوبه، وانت يعني انسانه كتير عقلانيه ومنطقيه، وهالشي هذا بيأذيكي. ليش؟ لانك بتحبي الصح. بتمنى منك العلاقه بينك وبين الشريك، هلا حسب طاقتك وارقامك الشريك دق المي وهي مي، يعني ما راح تستفادي من التغيير، اهتمي لنفسك اكثر، وعندك هالفتره هاي الشهرين كان توتر وخلافات بالبيت، ان شاء الله نهايه تشرين الثاني بتزبط امورك انت والشريك، بس بتمنى شوي تعطوا فاصل بينك وبينه، يعني فاصل تعملي بينك وبين الشريك وراح تحسي امورك تمام، وعندكم شيء بالرزق للشريك بحلحل الامور وان شاء الله خير. ما تاكلي هم سماهر. هلا فيني اسال سؤال بعد اذنك؟ يلا. لا لا ما في انفصال، هلا ما تاكلي هم، بس اعملي انفصال بينك وبينه، يعني شوي خليكم تشتاقوا لبعض، يعني انفصال جوا البيت، او حتى اذا كان كل واحد ببيت هلا مو مشكله انكم تعملوا استراحه وفي عوده اذا في انفصال، بس هلا ان شاء الله ما في شيء. سماهر يعطيك العافيه، شكرا لك، اهلا وسهلا. أيه.
حابة تشكرك، تشكرني لأنه لبينا الطلب يعني المرة الماضية، وكمان تشكرك معمر، بتقلك الله يحميك، أنت أفضل عالم فلك لحد الآن على أمواج، هنيه الأمواج عليك، عن جد كلامك كله عم يزبط، الله يعطيك العلم أكتر وأكتر، الله يحميك. بتوقع سمية أو سهيلة، يعني حسب الأسماء يلي حاليا عم برجع لها. بكل الأحوال شكرا كتير لك، ونحن بالخدمة دائما. ونحن نشكرك. نكفي أحرف قبل منروح للأحرف. أوكي، وين وصلنا؟ هل حرف الراء هو حرف مائي، يحلم كثيرا وبارع في تخيلاته، يعني كتير عنده تخيلات، وأحيانا هالتخيلات بتعطيه نوع من الطيش. أنا كتير اللي بيبلش بحرف الراء التخيلات تبعيته شوي خطفولي منها، وبيعيش فيها تماما، بيحلم فيها وبيعيش فيها، وهذا الشيء مو غلط، بس بيتعبه وبيتعب الشريك اللي معه أو علاقته مع الآخرين. يعني بيتخيل بيسرح ولا بيتهيأ له شيء، بيروح بتهيؤاته؟ لا، الخيال، خيال واسع، خيال يعني واسع كتير، بيسرح بالخيال. هذا الشيء بيعطي شوي، بيبلش بحرف الراء، بس هن أصحاب الحب والسعادة اللي بيبلشوا بحرف الراء. أما حرف الحاء هو محب للغموض، وخياله كمان واسع، وطيب القلب جدا، ويعشق الآخرين، ولا يتكيف مع الحياة بسهولة أبدا، بيبلشوا بحرف الحاء، وهو برج مائي أو حرف مائي عفوا. أما حرف الزين هو حرف هوائل، ببلش بحرف الزين، عنده نوع من التسلط، لطيف أحيانا وأحيانا قاسي، إذا بيحب من كتر ما بيحب الشخص سواء صديق أو سواء شريكته بيكون قاسي، لأنه ما بيحب الغلط أبدا، ممنوع مسيرته الغلط. اللي ببلش بحرف الزين وبيحبه يعني بيكتشفوا الغير، عندهم اكتشاف الغير بشكل فظيع. أما اللي ببلش بحرف الشين اللي هو حرف ناري، بيكون عندهم سحر وجاذبية وعندهم صعوبة جدا، وبيحبوا يروحوا يكتشفوا الألغاز، يعني وين في لغز بيفوتوا عليه. شو عندهم صعوبة تحديدا؟ هنن عندهم صعوبة ولا بيحبوا المصاعب؟ لا، هنن صعوبة إنه حدا يفهمهم، وهنن يتفهموا حدا، لأنهم بيكونوا ضمن مود معين أو روتين معين، اللي بيبلش بحرف الشين عرفته، وعندهم مزاج، يعني بدنا نتحمل نحن مزاج، مزاج خاص، مزاج شخصية خاصة يمكن، طبعا أكيد كتير كمان. أما حرف الخاء الحرف القبل الأخير هو حرف مائي، يحب مساعدة الخير، وهو متصالح جدا مع نفسه، اجتماعي، ويمتلك كبرياء كتير شديد، وعنده نوع من الحس المرهف كتير. آخر حرف اللي هو حرف الياء حرف ترابي، هو منطقي وعنده عقلانية كتير كبيرة، ومحب للمرح والضحك، وما عنده شيء بالحياة، يعني من كتر ماله متفائل ما عنده شيء اسمه زعل أو تعب إلا مؤقت، يعني فوراً بيطلع من المود اللي هو فيه. تمام، نحن مرقنا على حرف العين والغين، ما بعرف ليش خطروا لي، ولا بنحكيهم المرة الماضية، المرة القادمة. أوكي، المرة القادمة قصدي. طيب، وقتنا رح يخلص معمار، لكن عندي هالرسالتين. براءة بنت كريمة، 27/3/2016، عن مشوارها الدراسي. هلا براء، اسمك كتير جيد إليك، والطاء المربوطة بتعطيك حظوظ كتير قوية بالأشهر القادمة والسنوات القادمة، وعندك مستقبل كتير رائع، ما تاكلي هم يا براءة، بس خفي في هالفترة شوية زعل، يعني ما تكوني كتير تفوتي مود الزعل اللي ما بيلبق لك أبدا. ماشي براءة. أوكي، معنا اتصال آخر، تليفون حيكون معنا ومنختم من بعدها. ألو، صباح الخير. صباحو. أنا تمام من زاهية. أهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. مواليد 64 بشهر أيلول. أيوة. 66 بشهر أيلول، بعد إذنك عن العمل لو سمحت. ذكيني بس بالاسم. تماضر. تمام. تمام. أيوة. طلع يا تمام، هلا أنت شوي الحظ كان واقف عندك بالعمل وبالرزق، يعني بداية العام هذا مو كتير كتير جيد إليك، عانيت شوي ومريتي بمراحل صعبة، خصوصا أنت من الأشخاص بتعتمدي لنفسك مسيرة حياتك وما زلتي، لهيك العام القادم عندك فرص أكتر، هذا العام اهتمي لي أكتر نفسيتك وشخصيتك، وما تعطي ثقة كتير كبيرة بالآخرين، ثقتك بالآخرين الكبيرة بتعرفي أنت عملتي غربة للسنة لكتير من الناس بحياتك، لهيك عرفي اختياراتك الصح وأوجهك أكتر، وبالعمل متاك لهم عندك انطلاقة
كتير قوي بمجال العمل انت فيه، واهلا وسهلا. هلا بس سؤال بعد اذنك، انا معلمة بحلب، في مجال نقل على اللاذقية ولا لا؟ على 2025. على 2025، يعطيك العافية. اهلا. شو ناطرين من 2025 هيك يعني تفرج على الجميع؟ انفراجات. ان شاء الله رحم النصر سوا. ان شاء الله للجميع ولكل السوريين وين ما كانوا. شكرا لك خبير الأبراج معمر، ويسعد لي صباحك، ودايما وجودك معنا عن جد بيعطي تفاؤل وطاقة. مشكور وممتنين لأنك دايما كمان تحكي بشكل إيجابي، هذا الشيء مطلوب ومحتاجينه يعني كل الأشخاص الموجودين يلي عم يسمعوك. أكيد طبعا كل السوريين عموما أكيد نحن كتير بحاجة لطاقة إيجابية، مثل بيقول اللي عنده كلمة حلوة يحكيها، اللي ما عنده يضل ساكت يسكت وخلاص. شكرا يا عمر. ووجه أنا تحية لكل ما يتابعني هلأ بالبث المباشر على صفحة عالم الفلك والطاقة الأول معمر السعود، حتى اللي بيحب يتابعني لنفس الصفحة. وأحلى تحية للإذاعة الأولى باللادقية، إذاعة أمواج FM وتلفزيون أوغاريت، وألف تحية لكم. شكرا لك يا معمر، وتحية أكيد لكل متابعينك على عبر صفحتك على فيسبوك، وشكرا لكم مستمعينا، كونوا بخير، باي باي.